بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة سنخصصه للحديث عن ما يسمى بالخوف المرضي. في زماننا هذا كثر عند الكثير من الناس شعور قوي ومزعج ومخيف، ممكن أن نسميه الخوف المرضي. الإنسان يشعر بأنه سيواجه خطرا ما، يشعر بأنه سوف ينهزم، يشعر بأن مكروه يتربص به، وأن فشلا في الحياة الشخصية أو العائلية أو الوظيفية سوف يلحق به. هذا الخوف خطير جدا، يؤدي إلى كوارث كبيرة. اليوم تلقى هناك تراجع في العلاقات الإنسانية، وهناك أمراض كثيرة عضوية ونفسية وروحية سببها الخوف المرضي. وكنلقاو مجموعة ديال الأمراض كتضر في الإنسان في بين الفينة والأخرى مستجدة، السبب ديال الحقيقي هو الخوف المرضي. احنا كبشر من اللي خلقنا الخالق عز وجل جعل لنا في النفس ديالنا مجموعة من المشاعر، جعل لنا الحب والكره، الخوف والرجاء، الأمل واليأس، التفاؤل والتشاؤم، وهكذا سلسلة من المشاعر المتناقضة، بعضها يعكس بعضا. والغاية من ذلك أن الله عز وجل يختبرنا. هذه المشاعر تشكل محرك حقيقي للإنسان نحو الأمام، احنا مطالبين للسير نحو الأمام، وهذه المشاعر المتناقضة هي اللي كتحركنا إلى الأمام والصعود إلى الأعلى. لكن البعض يركز فقط على المشاعر السلبية المنتجة للإحباط، وعوض أن يركز على المشاعر الإيجابية المنتجة للنجاح وللفلاح. حديثنا اليوم عن الخوف المرضي. وطبعا الخوف هو أنواع وأشكال. من غير الخوف المرضي كنلقاو الناس اللي عندهم خوف عادي، كاين هناك الخوف المستحب، وكاين هناك الخوف المكروه، وكاين الخوف المرضي. كيف ذلك؟ الخوف المستحب، فعلا الإنسان خصو لابد يشعر بالخوف. من ماذا؟ الخوف من الله. الإنسان إذا كان يخاف من الله تعالى هذا خوف مستحب. اللي ما كيخافش من الله عز وجل هذا تخاف منه. وهذا الخوف هذا قال فيه الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا هو الخوف المستحب المطلوب. اللي بغي يخاف بالفعل يخاف من الخالق عز وجل، خوف المؤمن من ربه. وهناك الخوف الطبيعي وهو مكروه. هذا الخوف الطبيعي هو اللي يشكل ردة فعل على شيء معين ناتج عن ردات فعل. قد يكون هذا الفعل مبررا وقد لا يكون مبرر، وقد يكون على المدى البعيد وقد يكون على المدى القريب. هذا الخوف هذا غير الإنسان إذا استطاع أنه يتحكم في الشخصية ديالو ما غادي يقدر يستطع أنه يضبط نفسه ولا يقع فيه، وإلا يسبب له مشاكل في العلاقات الاجتماعية، في العمل ديالو، مع العائلة، مع الأقارب. لكن الخوف اللي احنا غنتكلم عليه بالتركيز ما يسمى بالخوف المرضي، اللي هو يعتبر اليوم من الأمراض الفتاكة. هذا المرض يكون بداخل الإنسان فيصبح مريضا ويرافقه طوال الوقت، وهو السبب
للكثير من الامراض العضويه. اليوم العصر ديالنا كنلقاو الناس شباب في مقتبل العمر وعندهم مرض السكري. غالب مرض السكري ناتج عن الخوف المرضي. كاين كذلك ارتفاع ضغط الدم. كاين هناك امراض القلب. كاين هناك كسل ديال الغدد. كاين تسارع في نبضة القلب. معظم هذه الامراض العضوية هي تجليات عن الامراض النفسية. فملي كيكون الانسان عنده خوف مرضي كتلقى عنده مجموعة صفات، كتلقى متوتر، كيتكلم معك متوتر، ديما زربان، ديما ما مقادش الاوقات ديالو والاوراق ديالو، كاين عنده القلق، ديما مقلق، غير كتكلم معاه دغيا كينفعل، صوته كيرتفع، عينيه كيحمروا وكيبدا يترعد. كاين اللي كيوقع ليه التردد، ديما متردد، واحد الراس كيقول ليا هكذا وراس اخر كيقول ليا هكذا. كاين اللي كيوقع ليه اسباب اخرى، كتجيه الرعاش العصبي، كيترعد الرعاش العصبي. كاين اللي كتجيه الهلوسه، كيبدا يدخل ويخرج في الهضره. بل منهم من يصاب بالانفصام في الشخصيه، كتلقى مره كيكون معك كيتكلم في واحد الموضوع بسرعه ينتقل الى موضوع مضاد كانه شخص اخر. وكاين اللي كتجيه الانطوائيه، كيسد عليه في واحد البيت، كيدفع عليه الضوء، ما بغى يتكلم مع حد، ما بغى يحاور شي حد، ما بغى يستقبل ضيوف. لا كانت عنده العطله وكان وقت الفراغ، الناس كيبغوا يزوروه ويجلسوا بعضياتهم، ما بغى يشوف حد، ما بغى يتكلم مع حد، بغى يتسنطل عظامه. هذه كلها امراض عضويه السبب ديالها الخوف المرضي. وكاين الله يحفظنا واياكم تتحول الى امراض روحانيه. الامراض الروحانيه هي ان الانسان في الاول كيبدا غير بالتخيلات، كتجي خيالات كتهجم عليه، شويه كتحول الى كوابيس في المنام. ملي كيجي الليل الناس كيبغوا يرتاحوا وكيمشوا للفراش ديالهم باش ينعموا بواحد السويعات تاع الاسترخاء، هو بالنسبه ليه الليل كله كوابيس، كله هواجس. وكاين اللي كيتصاب بالوسوسه، ديما موسوس، ديما كيقول اسوء الاشياء، كيتصاب بالارق، بالاكتئاب، بالاوهام. وهناك من يصاب بالعقم والعياذ بالله. شحال ديال الرجال والنساء كيقول لك عنده العقم ما كيولدش، وكيمشي عند الطبيب كيدير ليه التحاليل كيقول انت سليم، هذا عقم نفسي سببه الخوف المرضي. هذا الخوف المرضي عنده مجموعه ديال التجليات، الى الانسان وصل لها كيتعذب واحد العذاب شديد. هناك من كتجيه نوبات ديال الذعر، باش كنعرفوا بانه عنده خوف مرضي، نوبات من الذعر، واحد اللحظه كيقول لك كيشعر بانه عنده الرجفه العصبيه، كيترعد يدو، كترعد رجلو، كترعد، هذه كتسمى الرجفه العصبيه. كاين اللي كيشعر بان القلب ديالو غير منضبط، كيضرب نهار كامل. كاين اللي كيشعر بضيق في التنفس، دغيا كيقول لك لا طلع غير في السانسور، ولا مشى غير في طوبيس، ولا في شي مكان مغلق، يشعر بثقل الصدر وضيق التنفس. كاين اللي كيشعر بفقدان الذاكره، كينسى على كل شيء، السوار تحطهم هنا ما بقاش عاقل فين نحطهم، كينسى على الاسماء ديال ولادو. وكاين اللي كيوقع عليه فقدان الوعي، مره كيفقد الوعي. هذه اعراض كترافق احيانا صاحب الخوف المرضي. وهاد الامراض غادي وكتكاثر، كاين بعض المرات كيوقع ليه الاراق والاكتئاب والتوتر الدائم. كاين اللي كيوقع ليه انه غير قادر على اتخاذ اي قرار، الى سولتيه واش ناخذ كذا او كذا ما عندوش القرار. كاين اللي كيتصاب الله يحفظنا واياكم بالضعف الجنسي، كتلقى الراجل مزوج مع المراه ديالو بحال الخوت، عنده ضعف جنسي، كياكل المقويات، واخا ياكل المقويات خاصو يزول منه الساس ديال الخوف المرضي. هناك من يتخيل انه غادي يواجه اشياء معينه، كتلقى دائما الى قدر ان دغيا كيتخاصم، وملي كيتخاصم كيهرب، كيبغي يشتبك بالايادي كيهرب. كتلقى بانه كاين اللي كيتعامل بعصبيه مع الابناء ديالو والاخوه الصغار، وهذه غالبا في النساء. المراه اللي كتلقى كتعامل
مع وليداتها وفلدات كبدها كتعامل معهم بشده وبصلابه ماشي طبيعيه، اولا الاخوه الصغار كنتعامل معهم بواحد العنف، هذا كله ناتج عن خوف مرضي شديد كيتسمى الخوف في المواجهه والمنازله، ديما كيحقر على من هو اصغر منه. الانسان اللي هو يساوي حتى لا بغى يتخاصم كيقلب على شي سيدي ومولاي كيدخل معاه في العراك، ولكن اصحاب الخوف المرضي كتلقى دائما كيحقر على اللي قل منه او اللي تحت منه. كنلقاو حتى في الادارات او الشركات او المقاولات يكون شي مسؤول كبير كيبغي يحقر على الموظفين اللي تحت منه او المستخدمين اللي تحت الامره ديالو، هذا كله خوف مرضي. وكاين الله يحفظنا واياكم اللي شائع كثير في المجتمع، الخوف من الماضي والحاضر والمستقبل، هذا هو اللي سائد كثيرا عند الناس، خوف من الماضي ومن الحاضر ومن المستقبل. الخوف من الماضي كتلقى الانسان يخاف ان يتعرض، ربما انه تعرض ايام زمان لحادث معين مؤلم، او انه ضاعت ليه واحد الفرصه، زواج ما كملش ليه، خدمه خدمها وما يسرش ليه الله تعالى، واحد المشروع بغى يقوم به ما يسرش الله. فذاك الحادث اللي هو وقع في الماضي كيبقى عنده راسخ وكيبقى يشعر بالخوف كلما تذكره، وكتصبح عنده ما يسمى بعقدة مصيبة الماضي. عقدة مصيبة الماضي، ديما كيتحسر على الماضي ديالو، عايش في التاريخ الماضي، وكتلقى دائما في صراع. هذا اللي هو الخوف من الماضي. كاين اللي عنده الخوف من الحاضر، ما قادرش يواجه الواقع، عنده شخصية مهزوزة، شخصية ضعيفة، كتلقى دائما كيخاف من الخروج مع الليل، يخاف يواجه المسؤول ديالو، يخاف انه يتناول الطعام عند الاخرين دا بيدروا لي فيه السم، يخاف من اغاثه الملهوف، يقول لك الواحد يدخل سوق راسه لكن ملهوف دبر راسه من قدم يد المساعده، هذا خوف من الحاضر. كتلقى دائما انسان باغي تقار، هو ديك الساعه راه منهزم. هناك من عنده الخوف من المستقبل، وهذا كثير عند الشباب، خوف من المستقبل، كيقول دابا الان من القدام ما كايناش الوظيفه العموميه، حبسوا الوظيفه، حبسوا التوظيف، ما كاينش غتخرج، ما كاينش عمل، ما كاينش مناصب شغل، كيبدا يشعر بالخوف. امتى غنتزوج؟ الا بغى يتزوج كيقرا المدونه كيتخلع، كيقول البنود ديالها في صفوف المراه، ولا قدر الله ما نجحش في هذا الزواج بيني وبين المراه كانت عندنا شي ممتلكات كي غنديروا ليها؟ الا دار الاولاد كيقول ولا كبرت شكون اللي غادي هاد الاولاد غادي يكبرهم؟ شكون اللي غينفق عليهم؟ بل منهم كيقول وإلا كبرت ومرت شكون اللي غادي ياخذ بيدي؟ وإلا مات شكون اللي غيدفني؟ واش هاد الولاد غيدفنوني أم لا؟ هاد الولاد مساخيط ما فيهمش رضا الوالدين، محاش غيدفنوني إلا مت. وكيبقى دائما عنده بنات كيخاف عليهم، محاش غيتزوجوا هاد البنات غادي يبقاو عوانس، وكيبقى دائما يشعر بالخوف من المستقبل، الوهم الفظيع اللي غادي يبان ليه. ومن بعد كيرسم مستقبل اسود، كيدير نظارات سوداء، مستقبل اسود، خوف مرضي، هذا مسكين بقى تما. كاين اللي الله يحفظنا واياكم عنده الخوف من الامراض، نهار كامل هو كيسول على الاطباء، اذا لقى غير شي صديق ديالو مرض واحد المرض ومشى عند طبيب كيقول تا انا وقيل عندي نفس المرض، غدا في الصباح كتلقاه كيتسارى في الاروقه ديال المستشفيات كيبغي يدير الكونترول، علاش؟ باغي يطمئن على حالتي الصحيه، بغيت تكون سليمه، راك سليم، راه ما فيك والو، لا واقيله وما تعرف، خصني ندير الاسباب. وكتلقاه كيتنقل من المستشفى لمستشفى، كيدير التحاليل، كيدير السكانر، كيدير لي غام، هو سليم. ودائما الا شعر غير بواحد الهزه كيدير اعلان طوارئ، كيمشي عند الطبيب بسرعه. الا شعر غير بواحد الالم، ربما غير ضربوا البرد، راسي يؤلمني. الى غير قرصه بعوضه يقول هذه هي البدايه، دابا غيتورم عندي المرض، ومن بعد غادي يفسد، ومن بعد تنتشر العدوى، ومن بعد غادي نموت، كيبقى يتخيل دائما هكذا. وهذا الخوف من المرض. وكاين اللي عنده الخوف من الموت، كيقول انا غدا غنموت، غدا غنموت كي غندير؟ شكون اللي غيدفني؟ شكون اللي غادي يغسلني؟ وإلى مت
وجلسوني في قبري. انا في الدار وكنشعر بالخوف، الجيران حدايا والتلفزيون شاعل والضو شاعل ومخلوع. ملي غيوضعوني في القبر كي غندير؟ وكيقولوا لنا في الدين غيجينا نكير ومنكر وتعبان له عينين جاحظتين. يا ربي كي غندير؟ وكيبدا يشعر بالخوف وكيشعر بالقلق وكيقول يا ربي كي غادي ندير؟ هذا كلها اوهام، امراض وهميه للاسف في عصرنا هذا انتشرت بشكل واسع. الكثير من الناس رغم ان ربي اعطاهم الخير، اعطاهم الشباب، اعطاهم الصحه، اعطاهم المال، اعطاهم البركه، ولكن هما كيخفيو هذا الشيء كله باوهام اسمها المرض الوهمي، الخوف المرضي. العلاج واضح. وكنبغي نذكر واحد المرض اخر كاين عند التلاميذ والطلبه ديال الجامعات، وهو الخوف من الامتحان. هذا بوحده، هذا ملي كيقرب الامتحان كيقول يا ربي كي غادي ندير؟ نحفظ الدروس، كيفاش غنتجاوز العلامات السلبيه اللي خديتها في الموسم السابق؟ كيفاش غنحفظ هذه الكميه الهائله ديال الدروس؟ كيف احضر للامتحانات؟ كيف انظم الوقت؟ كيف اجيب عن الاسئله الصعبه؟ ماده الرياضيات او الفيزياء، هذا اللي كيكون عنده مشكل مع المواد العلميه. وهناك من عنده مشكل مع اللغات، لا يستطيع ان يصيغ جمله مفيده لا بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا بالانجليزيه، كتلقى دائما خايف انه ما غينجحش وعمره ما غادي يطفروا. هكذا كيقول العائله انت ما تطفروش، كيبقى دائما كيشعر بالانهزام. هذا كله خوف. كنبغي نقول ايها الاحبه الكرام، لا داعي لكل هذا الرعب الذي ادخلناه الى قلوبنا. هذا رعب حنا كنصنعوه، وربي سبحانه وتعالى ميسرها. ربي سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر الارزاق ووسع العطايا، وحنا اللي كنبقاو نديروا هذه القيود في عقولنا وفي قلوبنا وفي ارجلنا. العلاج بسيط جدا. العلاج ما يحتاج انك تمشي عند اطباء اختصاصيين، ما يحتاج انك تمشي عند رقاة اللي هما مشهورين، ما يحتاج كل هذا. العلاج بسيط، وهو انك تقوي ايمانك بالله. على قدر قوة ايمانك بالله عز وجل تستطيع ان تواجه كل هذه المخاوف، تستطيع ان تواجه هذا الجزع. كاين اللي ربما ظروفه صعبة يكون مضطر انه يستعين بمعالج نفسي، غادي يقوم بالتحاليل واستحضار الخبرات المؤلمة اللي تعرض لها في حياته، يقدر يمد يد المساعدة. كاين اللي ربما تداريب كثيرة ممكن يخضع لها الانسان من اجل العلاج، بحال مثلا كاين اللي كيخاف من الحيوانات حتى الأليفة، سهل جدا انك يقول نقربه الى الاشياء المخيفة تدريجيا تدريجيا لنزع الصورة الوهمية واستبدالها بالصورة الحقيقية. وهذه اللي قال فيها الله تعالى فلا اقتحم العقبة، الحاجة اللي كتخلعك انت اقتحمها، ما ترجعش للدور، سير لها القدام واجهها. وسبحان الله العظيم تكتشف بأنها لا شيء، مجرد خيالات وهمية. الإنسان أعظم طريقة ممكن يتخلص بها من كل هذه المخاوف أن يقوي إيمانه بالله عز وجل، وأن يعلم بأن له رب اسمه الكريم واسمه الرحيم، وأن يكثر من تلاوة القرآن. هناك علاج وضعه بعض الصالحين أن الإنسان يواظب على قراءة الأذكار الصباحية والمسائية، وذلك بأن يضع هذا المريض يده اليمنى على قلبه، يدك اليمنى وضع على القلب ديالك وابدأ بالذكر. كتبدأ في الأول بمجموعة من التسابيح، تسابيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تسابيح تسابيح، وانت واضع يدك اليمنى راه كيوقع الشارجمون، كيوقع الشحن الإيماني. ثم الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعدها أقرأ بعض الآيات التي لها علاقة بالأمن والأمان، وكثيرة في القرآن العظيم، مثلا كقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه الآية مثلا العلماء الصالحين اعتبروا بأن هذه الآية رها علاج قوي للأمراض النفسية، للخوف والحزن والاكتئاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا 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 بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آية طويلة ممكن أكررها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. نحفظها ونكررها في التلاوة. كذلك قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية العظيمة ممكن نقرأها في سورة يونس عليه السلام، نقرأها مرارا ونحفظها فتزيل عنك الهم وتزيل عنك الحزن والخوف. وكقوله تعالى أيضا كثير كثير: وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. في هذه الآية العظيمة وتتكررها ربي عز وجل يشحن قلبك بالإيمان القوي وينزع منك الخوف والحزن. وسير على ذلك مجموعة من السور المباركة بحال سورة ياسين لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، سورة النجم عظيمة جدا كتخليك ترتقي ترتقي في مدارج إياك نعبد وإياك نستعين. سورة النجم قوية، اقرأها واستمتع بها. سورة الدخان، الدخان كتجعل كل ما بك من هم وغم يتبخر كالدخان. تصور معي النجم، ربي عز وجل يخليك تصعد تصعد تصعد، كتعود مع النجوم تتلألأ في الأعلى، انت تضيء للآخرين، ما تتمناش تكون كوكب مظلم، انت تكون كوكب مضيء. أما الدخان لما تقرأها كل ما بك من هم وغم يتبخر كالدخان. سورة المدثر، المدثر هذه السورة العظيمة اللي نزلت على النبي الكريم لما كان مخلوع، يقول دثروني دثروني، ويزي القرآن العظيم: يا أيها المدثر قم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورة المدثر، داك اللي ديما شاد المانطا وشاد السداري او الناموسيه ما بغى يفيق، يقراها كيعطي الله الحيويه، كيعطي الله النشاط، كيفيق بكري وكيقوم بانجازات عظيمه. يا ايها المدثر قم قم قم، تقوم للحياه وتواكب هذه الحياه، وغادي يمشي المرض وغادي يمشي الجزع وغادي يمشي الاكتئاب. سوره المزمل، داك اللي كيلبس بزاف وكيتغطى بزاف وشاد الشراجم ما بغى يشوف حد، مخلوع تم البرد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كتقوم وكتعود تقوم الليل وتعود تشرب الحلاوة ديال القيام وما يجيك تعب ديال النوم. ثم سورة الليل، الليل الليل كيعود الليل ديالك جميل جدا، ليلك راحة. سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كيعود النهار الليل ديالك كله مريح، كتنعس وانت مرتاح كأنك في سفر، كتشوف رؤى منامية طيبة. سورة الضحى: والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كتشعر بالراحة والطمأنينة وبالعطاء. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يعطيك الله عز وجل اللي بغيتي، كن مطمئن. سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، الصدر ديالك يعود منشرح، ما عندك لا عقاد، دازت عليك الهم لك حل، ولكن حتى حاجة ما تشد فيك بأمر الله، كلك يبقى تما، صدرك يبقى فيه النور ديال الإيمان. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر، ربنا عز وجل يرفع ذكرك إلى الأعلى. ثم سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الله يعطيك عطاء 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 من الله تعالى، ربنا يتجلى عليك بالعطاء. جميل جدا أن هذه الآيات كلها، التسابيح، الاستغفار، الإخلاص، المعوذتين، سورة ياسين، سورة النجم، الدخان، المدثر، المزمل، الليل، الضحى، الشرح، الكوثر، كل هذه السور ممكن نقراها مباشرة في المصحف، ممكن ندير واحد الإناء ديال الماء ونقراها فيه، وهذاك الماء أشربه، أشرب منه وأغتسل به. هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب، تغتسل به وتشرب. وجميل جدا إذا لقى الإنسان أنه يصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض، صيام تطوعي، دوك الشوائب اللي كاين في الجسم كلها تزول بأمر الله تعالى، ما يبقى عنده لا مرض ولا سقم ولا علة. فكنقول للأحباب الكرام ديالنا اللي هما كيعانيوا من الأمراض ديال الخوف، أمراض الخوف بأشكاله، إلا كان خوف مستحب ما أجمله، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله، هذاك عظيم، اللي يبغى يشعر بالخوف يخاف من الله تعالى وحده ولا شريك له. إلا وقع في خطايا، إلا وقع في معاصي، إلا وقع في غفلة، مرة كيخلعك إبليس، ما تخلعش منه، عندك تخلع منه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. على قدر خوفك من الله لا تخاف من المخلوقات جميعا، وعلى قدر عدم خوفك من الله أي واحد غيتعدى عليك وغادي يحقر عليك. فنسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا قوة الإيمان وقوة اليقين وقوة الذكر وقوة القلب المربوط بالله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، سنفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نستقبل مكالماتكم ونستمع لمعاناتكم. أرقامنا هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونقول جميعا أسعدي عندي الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنتابع فصول هذه الحلقة المباركة ونستقبل مكالماتكم، ونبدأ بأول مكالمة من إقليم شيشاوة مع للا سعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام سي قريبان. حياك الله للا سعاد. بارك الله فيك سيدي، كي داير بخير؟ يا ألف مرحبا. بارك الله فيك، ربي يخليك، كي داير كلشي مزيان؟ نحمد تعالى ونشكره. الحمد لله سي كون يبارك بزاف، منورنا وحنا راه متبعين ديالك. أعزك الله للا سعاد. بارك الله فيك، ربي يخليك. بينك الدعم أنا سيدي كوريبان يا رب. واحد الوالدة ديالي راه هي أنا شوية واخ ديالي. لا إله إلا الله. أنا متوترة بزاف. مرحبا بنتي سعاد، مرحبا. أنت مرضية من اللي كتسول على الميمة ديالك وعلى الأخ ديالك، راك فيك الرضا، والمرضي عمره ما يخيب. آمين يا ربي العالمين. راه مريض شوية مسكينة، داكشي باش. لا إله إلا الله، الله يشافي ويعافيك. دعم هي تا أنا إن شاء الله يوفقني الله الصالة شوية، راه تنصلي وقتاعو. لا علاش تقطعي لالا سعاد؟ علاش تقطعي الصلاة؟ والله يعني بعض المرات. سعاد شحال العمر ديالك حاليا؟ شحال العمر ديالك؟ 26. تبارك الله. وأول مرة بديتي كتصلي لالا سعاد شحال كان العمر ديالك؟ ماشي بزاف، درتك تقريبا درتك 18 سنة هكا. وشكون اللي علمك الصلاة؟ ملي تنشوف الوالد ديالنا تيصلي، الوالدة
نعم، ومن قبل ما عمر شي واحد ما قال لك صلي. الله انت راه الصلاه فيها النضا. لا اله الا الله. الوالده ديالي ديما لدابا عليك تتقول لي ديما صلي صلي انت الله يرضي عليك، وانا تنصلي تنقطع صراحه الله. لا اله الا الله. ما تنسدش فيها مزيان. تنتمنى ان شاء الله الله يديني. اللهم امين. اللهم امين، الله يكمل لك الرجاء. يا رب العالمين. ويعطيك الله القبول وقوة الإيمان وقوة اليقين يا بنتي. شكرا لك بنتي سعاد. يا ربي الله يكمل لك رجاء سعاد. أول حاجة هذا سؤال مهم ووجيه جدا، لأن معظم المشاكل اللي عندنا كتلقى الإنسان بأنه حينما يكون غافل عن صلاته هذا راه الباب مشرع، الباب ديال المتاعب، الباب ديال الابتلاءات، الباب ديال الشدائد مفتوح ومشرع كيدخل منه أي حاجة. لذا كنسول الأخت سعاد إمتى بديتي كتصلي؟ كتقولي 18 سنة. 18 سنة سن متأخر جدا، لأن السن الذي ينبغي أن يصلي فيه الإنسان كما علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الخطاب هو غير موجه للأبناء والبنات، الخطاب موجه لأولياء الأمور. علموا أبناءكم، يعني الوالدين خاصهم لابد يعلموا ولدتهم الصلاة من سبع سنين، وخصو في ثلاث سنين الاولى يكون تقنها، لان في عشر سنوات اصبحت ملزمه، هذه الصلاه ملزمه، لابد انه يصلي ويواظب عليها، يتقن الوضوء، يعرف الاحكام ديالها، ركوع سجود قراءه، ويتشربها. حتى اللي تعلمها هو صغير راه صعب جدا انه يتركها هو كبير، ولكن اللي تدس سنوات طويله عاد يصلي غنتظروا منه بان في اي وقت يهملها. تجي غير شي ابتلاء شديد يقول لك ومالي انا وقع لي هكذا وانا ما عندي زهر وعلاش انا وقع لي هكذا. فاول رد فعل ديالو بحال كيعاقب الاله فيقطع الصلاه، او كيعاقب القدر ويقطع الصلاة. ما نصليش لكم انايا كاع. هذا النوع من الوسوسه الشيطانيه كتطني الغفله والعياذ بالله. لذا بنتي سعاد اول حاجه نبداو بها هي انك تعاهدين نفسك أمام الله جل جلاله وتعاهدين ربك، يا ربي أني أريد أن أشرع في صلاتي بشكل متقن، ما نفرطش فيها. ملي نسمع الله أكبر يعني الله أكبر لها معناها ودلتها الواضحة، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من والدي ومن أولادي ومن عملي ومن رئيسي في العمل ومن رزقي ومن تلفزيون ومن من البرامج اللي كنتابعها، كلشي كلشي الله اكبر من كل شيء. نوض نصلي اولا. ملي كتبقى تصلي دائما وباتقان وفي الوقت، راه نهار كتقول يا ربي بغيت شي حاجه، راه والله وبالله وتالله، والله ما يتخلى عنك، والله ما يتخلى عنك، لانك انت كتواظب. ربنا عز وجل يقول لنا في الحديث القدسي، يقول لنا من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. اللي انشغل بذكر الله وأعظم الذكر الصلاة في وقتها مع الجماعة في سجودها وركوعها بتحصيل الخشوع. نهار كتوقف وكتعود في ورطة وكتكون في وضعية صعبة، إما أمراض إما أسقام إما فقر إما تغلبتي، ديك اللحظة كتقول يا الله يا الله، يقول لك الله عز وجل أي عبدي سل تعطى، أي عبدي سل تعطى. سبحان الله العظيم، اللي طلبتها كيعطيها لك ديك الساعه. في حين ذاك اللي كان غافل يسمع الاذان الله اكبر الله اكبر حي على كيقلب الموجه كيعمر وقته باشياء اخرى، غافل اليوم وغدا وبعده وهذا الاسبوع وهذا الشهر وهذا السنه والسنه المواليه، تمضي الايام والسنون هو هكذا غافل. نهار كتوقع عليه شي ورطه كيقول يا الله، ربي كيعامله بالمثل يغفل عنه، كيبقى يقول يا ربي وانا ما اللي درت لي هكذا، ربي غافل عنه لانك غفلت عن الله. نسوا الله فانساهم انفسهم. اللي غنبداو بها لاله سعاد هي نواظب على الصلاه في وقتها مع الجماعه بالخشوع والاطمئنان، وبعد ذلك اللي بغيتها امي مريضه غنقول يا ربي تشافي امي امتي، وما نحتاج ندير الطبيب، محتاج ناخذ غير واحد الاناء ديال الماء ونقرا في ما تيسر من كلام الله غير الفاتحه اللي كتسمى الشافيه والعافيه والكافيه، وتشربها وتنوض صحيحه بامر الله. خويا معكس لي الامور، هذاك خويا غير ندعي لله يا ربي ذاك الاخ ديالنا هو النواره ديال عينينا، يا ربي بارك فيه واصلحه، افتح لي ابواب اليسر
وتلقى داك الاخ الحمد لله ربي كيبارك ليه وهكذا دواليك. فبنتي سعاد الله يصلحنا ويصلحكم، الله يحب لنا جميعا الصلاه في وقتها، والله يحفظ لك الوالده والاخ وينور طريقك، اللهم امين يا ربي يا كريم. نتحولوا من اقليم شيشاوه الى اليوسفيه مع السي عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وكيداير عم الحاج؟ الحمد لله سيدي عمر. لاباس عليك. الله يبارك فيك. والله نسولك عمي الحاج، عندي واحد الاعاقه في رجلي. اييه. ما خدام والو، عندي وليدات والحاله. لا اله الا الله. وحاله ضعيفه وعيانة حاله. لا اله الا الله. يا بيت واحد ساكن فيه، ناكل فيه كل شيء فيه. ما شاء الله. لا كويزين لا والو، لا خدمه لا والو، عندنا وليدات ومريحين. لا ما شاء الله سي عمر، لا حول ولا قوة. سي عمر الإعاقة واش كنتي عايش بها من الأول ولا غير حادثة وقعت؟ لا لا من الأول، من الأول عايش بها. وسي عمر ملي جاتك هاد الإعاقة وأنت صغير، أش درتي في الحياة؟ تعلمتي شي صنعة قراية باش تكسب قوتك ولا تغلبتي؟ ما تعلمت والو، حتى من حاجة في البادية راك عارف الهوية كثيرة. الله. ما تعلمت حاجة. والبادية اللي بغى يخدم خصو صحته، خصو ركابيه. ضروري. اش من إعاقة عندك اخويا عمر؟ في الرجل ديالي ما الركبة ديال رجلي ما كنتنيهاش انا قدام، كتنري اللور. ما صلى على تمارة. ماذا ما تقدرش تقول. لا اله الا الله. وسي عمر في المنطقة ديالكم في اليوسفية، عمرك تقدمتي بشي طلب للجهات المعنية ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولا رعاية الشؤون الاجتماعية ولا ليزاكريمون ديال الطاكسي ولا الكيوسك؟ الناس اللي إعاقة عندهم كيستافدوا من هاد الشيء هذا. تقدم قلت لها عمي كريب، أنت شحال درت من طلب، شحال كاتب، شحال داك والو، ما عمرش حاجة كان. لا إله إلا الله. وكل واحد 20 طلب ولا أكثر اللي دفعته، ما تنفع حاجة ما فيهم. فين دفعت السي عمر مثلا؟ فين دفعت يا خويا؟ ودفعت العمالة ديالنا هنا يوسفية، دفعت كنت مسافر للرواد للرباط كروية، زعما مسافر لسيدنا سعد ما عملت وصلت شهادة. لا إله إلا الله. ندفع للرواد ونخلص عليهم في البوصة ولا الشواني، ما كنت حاجة. ما شاء الله. والسي عمر دابا أش كتطلب؟ أش كتطلب دابا؟ يبدو أن الوضعية عندك صعيبة، كما قلت عندك الوليدات وعايش في بيت واحد، ما كاين حتى فيه كوزينة. ما عندي لا كوزينة لا والو، بيت كلشي كنديرو غير. العائلة السي عمر، حنا عادة في المغرب كنلقاو ملي كنلقاو كيتعطر بينا كنلقاو التحمل العائلي، واحد في العائلة كيصرف علينا قلبه كبير ربي ميسر ليه، عايشين بعضياتنا شي كينفق على شي. أنت السي عمر الوضع العائلي ديالك كيدير؟ ولا الوضع ديالي ما والد كبير وعيا شكون الله يكون به، الله تعالى. لا إله إلا الله خويا عمر، الله يفرج عليك، الله يفرج عليك والله يفتح لك أبواب تيسير يا ربي يا ربي. ودابا سي عمر اش كتطلب؟ علاش اتصلتي بنا خويا؟ شنو هو الرساله اللي توصلها؟ الرساله بغيت نوصلها، كان شي حد في الاجتماع وبغى يتعاون معايا وبغينا. لا اله الا الله. سي محسن واش شي حد اللي وصلك وريك من توج من كشي؟ لا اله الا الله. واخا سيدي عمر. دائما انا ولد عمي. الله يفرج عليك اخويا عمر، الله يفرج عليك. ونقول لاخونا صابر اذا كان ممكن نحتفظوا بالرقم ديال سي عمر من اقليم يوسفيه، وان شاء الله تعالى نتواصل فيما بعد. السي عمر للاسف بحال الحاله ديال اخونا عمر ترد على الاذاعه تقريبا يوميا، حالات ترد هكذا، ناس كيتقطع بهم الحبل. مثلا ما بغاش التوسل او التسول، ولكن بغى يعيش بالكرامه، لكن صحته خانته. هاد اللحظه كنتكلموا معنا الان كيتهضروا في الاستوديو مجموعه ديال الناس، سيده كتقول بان الزوج ديالها كان صحيح خدام مزيان، فإذا به أصيب بسرطان في الدماغ. الوليدات هي ما تقدم ما تأخر، تحكم عليهم بالإفراغ، الدواء ما كاينش. لا للأسف الشديد مثل هذه الحالات كيقصدوا على الإذاعة من أجل طلب المساعدة، كنجروا مع اللي قدرنا عليه ولكن كنتغلبوا عادة. وكنتمنوا هذه فرصة نبلغوا للرأي العام أولا ثم للمسؤولين بهذا البلد الأمين أننا موجة الفقر ربما قد تبدو أخطر من موجة البرد. كاين موجة ديال الفقر، احنا ماشي فقراء، احنا في مغربنا العزيز لسنا فقراء، احنا كلنا اغنياء ولله الحمد، ربي عز وجل اكرمنا بالخيرات واكرمنا بالبركات، ولكن خاصنا فقط غير ننتبه لمن هو منهم في وضعية صعبة، ننتبه اليهم فنعطيهم
نمدهم بالإمكانات. الخير موجود في البلاد. كذب من قال بأن نحن بلد فقير، كذب من قال بأن نحن عندنا بلد عنده أزمة وخصو يأخذ موارد ديون من الخارج. كاين الحمد لله الخير، كاين البركة، هذا بلد طيب، بلدة طيبة ورب غفور. فقط غير المشكل في التوزيع، في التوزيع وفي دائرة الإحسان ودائرة خصوصا من طرف الدولة. الدولة كتبقى دائما هي الأب، هي الأم، هي الكفيل. كاين الأسرة، كاين العائلة، ولكن الدولة، الدولة في المفهوم ديالها ملي كتكون عند الفلاسفة كيقول لك الدولة كدير لي الحماية وكدير لي التغطية الصحية وكتعاوني على التعليم النافع ولا تقطع بيا الحبل. الدولة هي اللي كتهزني، حد الدولة هي احنا كلنا، هي المركب اللي احنا غادي فيه. وتحية كبيرة لدافعي الضرائب، تحية كبيرة للناس اللي هما كيشتغلوا بالليل والنهار وكيدفع الضريبة وهو فرحان. مرة شفت واحد الروبورتاج، واحد المليونير صيني كبير في السن، عنده تقريبا 80 عام وباقي خدام، كيفقف الصباح قبل الفجر وكيخدم حتى المنتصف الليل، هو مليونير. قال لي علاش كتخدم؟ قال لي انا كنخدم من اجل العمل، هاد الفلوس اش كدير بهم؟ قال لي ملي كنكون خدام انا راس مالي، ملي كنكون خدام انا راس مالي، لي سي باسي لي سي فير، دعه يعمل دعه يسير. الربح السريع، منطق الربح يسيطر على فكره، ملي كيخدم راس مالي، ولكن ملي كيسالي وكيجمع الفلوس كيعود اشتراكي، كيعود كيفرق وكيوزع المال على الاخرين. هو الاول كيمشي يخلص الضريبه، كيمشي عند الدوله كيدق الباب كيقول لهم خذوا الضريبه ديالكم، ها هي يا نفعوا بها الفقراء، بنوا بها المدارس المستشفيات، خلقوا بها مناصب الشغل لابناء الشعب، وكيشعر بالراحه والطمانينه. والصنف الاخر اللي بقى ليه هو كيمشي بنفسه يقلب على العجزة وعلى الفقراء وعلى الطلبة وعلى المبتدئين وكيعاونهم. شافوا واحد السيد قال لي انت تمثل النموذج الاسلامي اللي كنا ندعو به جميعا، ولكن ما تطبقش للاسف الشديد. هذا هو النظام الاسلامي، النظام الاسلامي القراني السني المبارك، هو ان كل واحد ملي كيبغي يخدم كيخدم بقوة، كيخدم بمنطق راسمالي، كيخدم باجتهاد قوي، وملي كيجمع الثروة كيعود اشتراكي، كيعود كيقسم الخير على الاخرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح قبيلة الاشعريين، قال الاشعريون هم مني وانا منهم، كان اذا قل زادهم جاءوا بتوب ابيض وافترشوه في الارض ووضع كل منهم ما عنده من مال او من طعام او من لباس او من مؤونة فيقتسمونه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني. هذا كيتسمى المنهج الاشتراكي الإسلامي، يعني أنا عندي الفائض ولكن خويا ما عندوش، ونبقى خازنو لا نخرجو ونعطي لخويا ونعطي لختي ونعطي لخوتي، هما أبناء الوطن، كلكم من آدم وآدم من تراب. للأسف سي عمر طلب الله تعالى يفرج عليك. سيدي عمر لن تخاف أبدا، إذا تعطرت عليك الأحوال راه كاين ربنا عز وجل وعدنا بالأرزاق، ووعدنا إذا تسدت الأبواب راه هو يختار لك، يختار لك سبحانه الأبرار من خلقه والفضلاء من خلقه ويسخرهم لك. قل يا ربي سخر لي خير خلقك، يا ربي سخر لي خير خلقك، والله وبالله وتالله غتلقى فضلاء كرماء أبرار هما كيقلبوا عليك مدفوعين، هو براسه ما عارفش لاش مدفوع، هو مدفوع كيقلب عليك، وحتى غيجيب داك الرزيق اللي قسم الله على العباد وغيجي بين يديك. الله يفرج عليك ويغنيك من فضله، اللهم امين يا ربي يا كريم. وغنتحولوا من اليوسفيه الى قريب خريبكه مع للا صفية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عمي الحاج دايما. مرحبا للا صفية. بغيتك عمي الحاج دايما ياسك. يا ربي يا كريم يا بنتي. حقيقة مريضة من الخوف المرض لفترة 11 عام هادي. الله أكبر. صفية بنتي شحال العمر ديالك؟ 33. 33 سنة. دابا شحال من العام وأنت خايفة؟ عندك الخوف المرضي؟ 19 عام. 19 عام. طولتي بزاف يا بنتي. تصاحب مع هذيك الدقة تاع القلب، دابا تندوي معاك وقلبي ضارني تضرب. الله 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 الله.
يخاف ويسكت. ما يسكتش الحمد لله، غادي يبقى دائما بذكر الله كينبض. 19 عام ما عرفتش كندير. وصافي يا بنتي، زرتي الاطباء، زرتي الخبراء اختصاصيين؟ لا ما عديش الامكانيات، وكنت مشي على الطبيب تاع القلب. ايه تيقول لي ما عندك والو. الله اكبر، اش يقول لك؟ عندك الاعصاب او الاوهام؟ تيقول لي والو، تيقول لي عندك والو، تيقول لي والو عندك. قلبك مزيان مزيان. كنعاني بس المرض النفسي. الله اكبر. صافي يقول يا بنتي، اول مره جاك هذا الشعور، واش بقى كتفكري واش كنتي في وضعيه سليمه ولا كنت عندك شي ازمه؟ اول مره شعرتي بان عندك الخوف والاضطراب الشديد؟ ركبك هذا بلاء كيركب بحال الوسوسه كتركب الانسان. اول مره ركبك، شحال كان العمر ديالك انا ذاك؟ 14 عام، كنت طفله بقى صغيره، الناس يلعبوا وانا باركه هاد الفقهه. الله الله الله، حتى كتمشي عند الفقهه؟ ما حيت الامكانيات ما كاينينش وانا بقى صغيره. نعم، نستافدوا لاله صفية في الذاكره ديالك، نستافدوا منك ان شاء الله تعالى. الذاكره ديالك باقا كتعقلي؟ شكون اللي داك عند الفقهه؟ الوالده ولا الوالد ولا الاخت ولا شكون؟ لا الوالده، حيت الامكانيات ما كاينينش باش نبقاو. ولكن كانت عندي 16 عام، بديت قالوا لي واحد الطبيب مشيت عنده غير عادي. ايه طبعا. ايه قال لي خاصك تصلي، خاصك داك الشيء اللي درت بقيت نصلي بقيت ندير. الله يجازي بخير. كاين اطباء تبارك الله ما شاء الله عليهم، اعطاهم الله نور، نور العلم ونور الايمان. هذا هو الطبيب الحاضق الصادق، هو اللي كيعطيه الله تعالى نورين، نور العلم الطبي ونور الايمان، وكيرشد الناس. اسمح لي قاطعتك. لا لا بنتي. غير كنت واخا تعايشت مع الخوف وداك الشيء، ولكن مع دابا اربع خمس سنين الاخرى ولا القلب ديالي كيضرب بزاف. وهذا خطا ارتكبتي لاله صفية، قلتي تعايشتي مع الخوف، من تعايش معه نحاربه، لا تعايشت معه غادي يسكن فيا. حيت الامكانيات ما كاينش باش تمشي على الطبيب النفسي، باش راك عارف الحاله. الله يحسن العوان بنتي، الله يحسن العوان. لا اله الا الله. ودابا صافية بنتي، المسار ديال حياتك، قريتي، صمعتي، تزوجتي، اش درتي في حياتك بنتي؟ قريت حتى الباك. تبارك الله. ايه كنت زعما اللي تنقرا باش ننسى المرض وباش. ايه الحمد لله حتى الباك، بعدا نيفو باك. ممتاز ممتاز ما شاء الله. وصافية دابا الان مناش كتخافي بنتي؟ شنو هو الخوف اللي كيجيك؟ شعور اش كتشعري؟ تنخاف، نخاف نسافر بوحدي، تنخاف بزاف الحوايج كاع ما نقدر نديرها بوحدي، خاص تكون معايا الام ديالي، خاص فهمت. لا اله الا الله. الزواج يجوني ما تنخاف، ما نقدرش نقول غير لا 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 لا، ما عرفتش اش ندير. وكتبقي بوحدك في الاخر؟ ها؟ كتبقي بوحدك؟ لا لا، تنجتمع مع الناس، تنخرج زعما، ما تنخليش اجتماعية، ماشي زعما. لأن العلاج كيبدا بأنك كتكوني شخصية اجتماعية. لا إله إلا الله. الله يشافيك بنتي صفية، الله يشافيك. أي. صفية كتجتهدي شوية في الصلاة، في ذكر الله. الحمد لله، كنت نقيم ملي كنت مريضة، تنصلي تنقيم الليل، حيت قال لي هذاك الطبيب كانت عندي 16 عام. إيه. قال لي خاصك تقرب من الله، وداك الشيء اللي كنت بقيت نصلي تنقيم الليل، تندير كل شيء زعما قال لي ترضي الله تنديره. الحمد لله الحمد لله. هذا بلاء بنتي صفية إن شاء الله، وغادي يزول، غيزول بإذن الله. الله يشافيك ويعافيك ويداويك يا ربي يا كريم، لا إله إلا الله. كنشكروا لنا صفية أنها باحت لنا بهذه المعاناة النفسية اللي كتعاني منها. وكنقول لك بنتي، غيجي واحد النهار وتكتشفي بأنك كنت خلقة مشكلة من وهم، أن أصلا ما فيش مشكلة، أصلا مشكلة غير موجودة، وإنما المشكل هو وهم يسيطر علينا. لا شك أن ذلك كله يبدأ بأنه ابتلاء. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أول حاجة قالها ربنا عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف هو بلاء، لكن ربنا عز وجل جعل العلاج منه ببساطة، قال لك: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. ملك يشعر الإنسان بأنه وحيد وبأنه خائف، راه مجرد يقول هذه الكلمة إن لله وإن إليه راجعون، ما معناها؟ معناها
أن الحياة مهما طالت يوما ما سوف نغادر هذه الحياة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. واحد النهار غنتحملوا جميعا على نعش الأموات. إذا لماذا الخوف من الحياة والخوف من الموت والخوف من الفشل والخوف من كل هذه الأمور؟ هذه كلها مجرد الأوهام للمركبة صفية. حاولي ما أمكن أنك تكتري من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله وذكرك إن لله وإن إليه راجعون. العلاج من هذا الخوف الإنسان كيكون اجتماعي جدا. راه الناس اللي كيسد عليهم الباب وكيبغي يبقى بوحدو راه عمرو ما غادي يلقى الراحة. نعم كنكون وحيد إلا بغيت نكون نحقق ما يسمى بالخلوة، أنني أختلي مع ربي سبحانه وتعالى. نعم جميل أنني أختلي مع الله في خلوة، أخاف منه وأبكي على ذنوبي وعلى ما فرطت في جنب الله. هذا جميل جدا، هذا مقام الأنبياء والأولياء والصالحين. ولكن نجلس بوحدي بين أربعة جدران ومدى نخاف من الحياة ومما يخبئ لي المستقبل، هذا في عدم الثقة بالله. احنا خصنا لابد نقوي الثقة بالله. لا شك بنتي صفية انت عندك ثقة بالله، ولكن كيهجم عليك إبليس بالوسوسة ديالو. راه معظم الأشياء اللي عندك غير وسوسة. الطبيب اللي زرتيه كان صادق وقال لك بنتي راه ما عندك والو، راه غير أوهام. عندك نبضة القلب، قلبك سليم كيضرب سليم، غير انت هي المخ ديالك فيه خيالات. هذوك الخيالات لا تزول إلا بذكر الله. أكثر من ذكر الله، ثم أصاحب الصالحين. الصحبة مهمة، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي. نقلب على الصحبة الطيبة، الصحبة المباركة، ونصحب معهم صديقات ديولي وناس فضلاء. لهذا كتكون مجالس الذكر، كتكون في بعض الملتقيات الناس يجتمعون لذكر الله. هذا كله خير عظيم. كتلقى إنسان يشفى من الأمراض والأسقام وهو لا يدري. فبنتي صفية أسأل الله الكريم المتعال في هذه الساعة المباركة أن ينزع من قلبك وفكرك حد الشيطان، أن ينزع منك هذا الخوف وهذا الوهم الذي يسيطر عليك. أسأل الله الكريم أن يملأ قلبك إيمانا وقلبك يقينا وقلبك فرحا وسرورا. وأكتري يا لالا صفية من قولك لا حول ولا قوة إلا بالله وإن لله وإن إليه راجعون. هذه الكلمتين عظيمتين. قال يعني اللي عنده الخوف وعنده الوهم وعنده الاكتئاب من المجهول من المستقبل، ليكثر من هذه الكلمتين إن لله وإن إليه راجعون. وفي الأخر أنا غادي ميت، فلماذا أزجع؟ حتى حاجة ما غندير معايا وحتى حاجة ما غتنفعني إلا عملي الصالح ورضاء الله عني. فلماذا إذن أعطي للأشياء قيمة أكثر مما تستحق؟ أسأل الله الكريم أن يشافيك ويعافيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله الكريم المتعال أن يشافي الجميع ويحفظ الجميع ويبارك في الجميع ببركة الإيمان بالله العزيز الحميد. نستقبل المزيد من المكالمات، ونتحول اللحظة من إقليم خريبكة إلى إقليم أكادير مع أخينا السي عبد الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف داير عمي الحاج؟ بخير الحمد لله مولاي. كيف داير يا حاج؟ بخير أعزك الله أكرمك الله. هذاك نهار كبير كنت نتكلم معك عمي الحاج. الله يرفع مقامك مولاي. الله يقوم من سيرك عمي الحاج. بخير الحمد لله. شكرا اخويا. الله العظيم ودي عمي الحاج، دي من نهار اكتشفت البرنامج كنت صنط لي. شكرا لك السي عبد الرحيم، واستفدت منك بزاف حوايج. انت الحمد لله ربي الله يوفق الجميع للخير يا رب. يعني بسبب البرنامج ديالك شديت الطريق والحمد لله وليت بخير وعلى خير. تبارك الله. كنت مريض بزاف، مرض نفساني، كنقنط بزاف لدرجة أن كنولي كاع كنمل الدنيا، فهمتي؟ الله 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 والله العظيم ودي عمي الحاج، يعني
لدرجه اننا نفكر في الانتحار عمي الحاج. الله يطول عمرك الله يحفظك. ودابا عمي الحاج الحمد لله وليت كنصلي بخير وعلى خير. المهم عاد بحال قلت بسم الله في الدنيا ودي عمي الحاج. الله يزيدك من المدد يا ربي يا كريم. الشرف ديالك عمي الحاج الله يقوي منك. استغفر الله. الله يقوي مقامك استاذ عبد الرحيم. كنشكرك اخويا كنشكرك. وانت سميتك عبد الرحيم اللي راه قلنا بان كل واحد له من اسمه نصيب. انت اسمك عبد الرحيم صفة من صفة الله، اسم من اسماء الله الجلال الرحيم. فعمرك ما غتخيب، غتبقى دائما ان شاء الله الرحمة تبعك فيما مشيتي حتى تشد لك الشدائد وكتجي رحمة الله الواسعة تفتح لك الابواب. شكرا لك سي عبد الرحيم. لا اله الا الله. وكنقول الاحباب الكرام الطريق الى السعادة والطريق الى الطمأنينة والى السكينة راه ماشي بعيدة، راه هي اقرب شيء. راه المشكل ديالنا هو ان الناس كيقلبوا على اشياء باساليب بعيدة وضخمة، في حين ان احد رجليك راه شوف احضر عينك عند اقدامك بابسط الاشياء غتلقى الحلول المناسبة. المشكل ديالنا هو ان كل واحد كيبدا يقلب على مشاكله بعيد وكيعظم هذيك المشاكل وكيقول ربما خصها واحد العقل مبدع وخصها واحد العقول مجتمعة، في حين انها لا تحتاج منك الا اقل القليل. كلما بسطنا الامور كلما خلينا الامور في غير مرتبطة حتى بالتكاليف، خلينا هكذا متاحة للجميع مجانا باي شيء، غادي نلقاو بانها قريبة وسهلة ومتاحة. فالعلاج النفسي والتصالح مع الذات والتصالح مع الوجود والتصالح مع المجتمع والتصالح مع الكون والتصالح مع الجميع يبدأ بالتصالح مع الله. على قدر ما وطدنا العلاقة بيننا وبين خالقنا سبحان الله العظيم كل شيء يقضى، الكل يقضى. وطد علاقتك مع خالقك وسوف ترى عجائب قدرة الله. إلا كنت مريض ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلا كنت فقير الله الغني الكريم يرزق من يشاء بغير حساب، إلا كنت مقهور إن الله لقوي عزيز، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. عمرك ما غتخاف وعمرك ما غتخص. القضية ببساطة وطد علاقتك بالله واستشعر حلاوة الإيمان بذكر الله وسوف ترى العجب العجاب في نفسك وزوجك وأهلك وذويك وأحبابك وكل مقربك. حفظك الله سي عبد الرحيم، الله يطول عمرك ورزقك الله المزيد من المدد. وغنتحولوا من أكادير إلى إقليم المحمدية مع لالا وجدان. السلام عليكم لالا وجدان. وجدان المحمدية للأسف انقطع الخط. معذرة يا وجدان، وحفظك الله وأصلح الله تعالى قلبك ووجدانك. ونتحول إلى إقليم الناظور مع السي الهواري. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا. الله يبارك فيك مولاي. عافاك الله يرحم الوالدين. بغيت نطلب منك واحد الحاجه تساعدني فيها. الله يرحم الوالدين. مرحبا خويا، الله يقدرنا يا رب. داك خيرك. بغيت الرقم الهاتف ديالك. مرحبا خويا السي الهواري. راني مريض الله يرحم الوالدين. واخا اش طرك السي الهواري اخويا، اش وقع لك؟ غير بغيت نمر التليفون ديالي. واخا خويا الهواري. الله يرحم الوالدين، اسمح لي. العفو العفو سيدي العفو، الله يشافيك ويعافيك. انا غندوزك الستوندار ان شاء الله ويعطوه لك اخويا الهواري. لا اله الا الله، الله يشافيك ويعافيك. سي الهواري لا تخاف لا تحزن، راه اي مرض كان راه غادي يبقى دائما بسيط. ديما كنذكروا ديك المقوله الجميله ديال ذاك الرجل اللي كان جميع الامراض نزلت عليه، فقد بصره واصبحت عنده اعاقه، اصبح مقعد القدمين فاقد للبصر، وأصيب بفقر شديد، وأصاب جلده برصون، وكل شيء تخلى عليه، ولا جلس في الهامش، لا بصر لا رجلين لا زين لا فلوس لا قريب، ومع ذلك تجده فرحان وسعيد ومطمئن. قال لك عنده سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلوه عليها. كان دوما يقول الحمد لله الذي فضلني
على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. كيقولوا يعاودها وهو مبتسم منشرح. داز عليه واحد الشاب اللي ودع عائله كبيره في واحد الصفه ديال المال والابهه والجمال، ولكن قلق حزين مهموم. جا عنده قال لي هذا، قال لي بماذا فضلك الله؟ انت اعمى ومقعد وفقير ومهمش، بماذا فضلك الله تعالى؟ قال لي شوف انا دابا الان انا شاب وعندي اموال وعندي امكانات وحزين، وانت في هذه الحاله وكتقول سعيد وكتحمد الله، علاش كتحمدو؟ وباش فضلك؟ قال لي فضلني ان مدحني الله تعالى قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. هذا هو الكنز الحقيقي. اذا اعطاك الله عز وجل قلبا خاشعا، انت سيد الناس. ما تنظرش دائما بان الناس عطاهم الله، هذا عطاه الازواج وهذا عطاه الاولاد وهذا ساكن في فيلا والاخر عنده سياره فخمه والاخر عنده وظيفه ممتازه وذاك كون ثروه، شيء كله متاع الحياه الدنيا. اذا عندك قلب خاشع فانت افضل من كل هؤلاء. اعطاني قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. ما في القلب يترجم على اللسان. كتلقى العبد المؤمن لسانه كله يذكر بالله. قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. في المرض وبعدين وفي المرض وبالبعد كنعرف ناس عندهم سرطان خطير وفرحانين وسعداء وما دام عندهم والو. كيقول الطبيب عجبا عجبا، هذا السرطان خطير جدا وما دام عندك والو. علاش؟ حتى هو لم يعظم هذا المرض. يجي ولا الى يجي مرحبا به ولا مشى الله يهنيه ولا داني غمشى عند مولانا. يبقى دائما الانسان لا يستعظم، ما تعظمش هذاك الامور اللي هي في الدنيا كتخوفك وكدير لك الذعر والجزع وكتزيد تمرض. بالعكس اذا ما خفتيش منها وواجهتيها راها ترتفع وتزول من تلقاء نفسها. سير هواري، الله يشافيك ويعافيك، الله يقوي ايمانك ويزيدك الله من المدد ديالو. اللهم امين يا ربي يا كريم. اول مره اخرى من اقليم الناظور الى الدار البيضاء مع ام ايناس. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده عمي طرقك قريبا، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك بنتي، الله يبارك فيك. كده مع الصحه هانيك، دايما تبع لاباس اليوم ولله الحمد، الله يبارك فيكم. عافاك، ممكن تعطيني التليفون ديالك الشخصي؟ عافاك، بغيت نهضر معك ضروري. واخا بنتي، الله يعطيك الخير. وعندي واحد النداء، واحد الطفل صغير، هذا ماشي غير واحد السيده شاف في الفيسبوك وهذا. المهم هي عندها وليد صغير، عنده ثقبه في القلب وخاصه خاصه ضروري عمليه، خاصه يكمل عام يدير عمليه. هو عنده 11 شهر دابا. الله اكبر. فهمتي؟ وما عندهاش سنتيم الاخر باش تحول من اسفي لمراكش او غير طاكسي باش تشد، ما عندهاش. لا اله الا الله. فهمتي؟ هي دابا خاص بغات كتطلب اللي يعاونها. واخا ام ايناس، ذكرنا دابا قلتي عندك عندها الصوره ديالها والنداء ديالها في الفيسبوك. اللي بغى يدخل داك الموقع يشوف الصوره والصوت ويتعرف ليا. انا واخا انا دايره عندي انا في الصفحه ديالي ام ايناس لحسه، انا عندي في الفيسبوك ام ايناس لحسه. انا عندي، بغيتي التليفون ديالها تدخل عندها في الواتساب، هو عندي التليفون ديالها. نعم، ربي كيسهل الاشياء. مزيان الحمد لله، هذه فرصة اللي بغى يتعرف عليها أكثر يدخل الموقع أم إيناس في الفيسبوك، وإن شاء الله يشوف الصورة ويشوف الكونتاكت تليفون غيرها، وربي سبحانه ويسر الأمور. واخا أم إيناس، حنا بدورنا إن شاء الله تعالى نحتفظوا بالرقم ديالك اللي هو ده أمامنا. نعم، عم تسعود 17. ان شاء الله ام ايناس، ان شاء الله ربي ييسر الامور. احيانا كنلقاو هذه العمليات الجراحيه كتكون باهظه جدا وكتكون العائله فقيره. غير هذا الشهر اللي فات حضرت الحاله بحال هذه، حد بحال هذه، الله يسترنا واياكم. الواحد الام ولدت بنيتها وتوفت، وبقات البنيه 5 اشهر حتى هي عندها ثقبتين في القلب، والطبيب قال لها خصها العمليه الاولى وتصح، عاد العملية الثانية وتصح، عاد العملية الثالثة وتصح. العملية الأولى كانت ب 8 مليون صعيبة، وتبارك الله شي أحباب أهل الخير تجمعوا ملي بقاو كي باش يوفروها 8 مليون، جا النهار الموعود
وكانوا فرحانين باش يؤديوا هذا الخير، لكن تفاجؤوا بان البنيه ماتت عندها 5 أشهر، وكانت واحد الصدمه قويه. ولكن امر الله تعالى، غنقولوا لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده بمقدار. لهذا كان العلاج نعجل بتقديم يد المساعده للاستشفاء. هذه طريقه جميله، بعض الاهل الاحسان بنفسهم يقصدوا المستشفيات، يكونوا ناس عندهم موسم زكاة، عندهم بغينا شي خير، ما تقلبش بزاف، غتمشي مباشره وتترقب، غتدخل لواحد المستشفى ديال الامراض ديال القلب عموما، كتلقى ديال طب الاطفال، وتما غتجلس وغتقلب وغتشوف بعينك. وغيبان لك بعض الناس اللي هما عندهم وليدات صغار بغاو يداووا، ولي دوسي عندهم موجود ولكن تكاليف صعيبه. وكنلقاو بعض الاطباء الله يجازيهم بالف خير في المستشفيات تاع امراض القلب ديال الاطفال، كيقول لك يقدم يدو لله، طبيب حاذق خبير يقول لك اعطي غير التكاليف ديال المستشفى من الات ومن معدات، اما يدو والعلم اللي عطاه ربي يقول لك زكاه علمي، غندير هذا العمل لله. فاهل الاحسان يمشوا مباشره بنفسهم، يمشي مباشره للمستشفى، وغادي يبان ليه العجب العجاب، بل يمشي للمستشفى العمومي مثلا ابن رشد مثلا او الفارابي او ابن سينا، يمشي لعندهم ويشوف بعينيه كيبان ليه واحد العائلات فقيره باغي الدواء. هذا افضل ما يمكن، بلا وساطه من هنا او وساطه من هناك. حسب التجربه كنقول للمحسنين الكرماء، سيروا بنفوسكم الى المكان المعني بالامر، شوف بعينيك، تبع الملف، قضي الغرض ورجع، وما تقول لحد، وخليها مستوره. يوم القيامه تكون لك شفاعه عند الله تعالى، وغتفرح بها في الدنيا، غتلقى بان الرحمه ديال الله غتنزل عليك وعلى وليداتك وعلى الاحباب ديالك. فهذه السيده اللي انت كتخبرنا بها ام ناس، غنحسوا بها بان الثقب ديال القلب بنيه 11 شهر مهدده، ملي كتكون العائله فقيره ما كيلقاوش حتى الثمن ديال المركوب، فما ظنك بالثمن ديال 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 الطب. ولكن ربي عز وجل سبحان من سخر هذا لهذا، الله يشافي ويعافي ويداوي، اللهم امين يا ربي يا كريم. غنتحولوا من دار البيضاء الى اقليم طنجه مع لاله عيشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام عنا قريبان. اهلا وسهلا بك لاله. السلام عليكم بخير. الله يعلي مقامك بنتي. أنا فرحانة بزاف حيت هضرت معاك، وراني مرتاحة كشويش، أول مرة نهضر في إذاعة ولا إي والله. مرحبا مرحبا بنتي. بارك الله فيك الله يطول عمرك. عمي قريبا أنا عايشك في الساعة معايا، عمي قريبا عيانة فيا. الله يشافيك يا رب. يا رب يا رب. أش وقع لك يا بنتي عائشة؟ أش غنقول لك عمي قريبا، هذه مدة علينا دابا في علينا في بطاطسنا دابا. ما خليتش مشيت عند الرقيه، مشيت عند سوقها، ثم صيفطوني ثم صيفطوني كنمشي، ما خليتش ريت المغرب كامل غير باش نتعالج. الله الله. وعندي العفوات في الزواج وفي الخدمه، وملي كندير القران بحال هكذا تصور ليا كيبقاو يتعوجوا ليا، وكنبقى نترعب في اللي كنبقى نتهز ونصحى ما كنطيح ما كنعيش. لا اله الا الله. ومؤخرا هذه عام دابا مرات تعاود زادت عليا الحاله، وطلقت لا اله الا الله. وباقي عيان عمي قريب، انا كبرت يعني والله عمي قريب، ما خليت ما عملت والله القاسم، ما خليت ما لا اله الا الله. والله ما شاء الله. لالا عيشة مشكلة حتى الصلاة، ملي كنصلي نصلي 8 شهور ولا 7 شهور، ملي يجيو تقف عليا ديك الصلاة صافي، الغد ملي كنلقى راسي ما كنقدرش نصلي. الله أكبر لا إله إلا الله. لالا عيشة شحال العمر ديالك يا بنتي؟ أنا 84، عندي 32. الحمد لله في رعاية الشباب، المفروض تكوني في هذا السن كلك شباب، كلك حيوية، كلك طاقة، أنت كتبدي يد المساعدة للآخرين. دابا أنت الآن في دائرة مغلقة. لالا عيشة واش ممكن أنك الدائرة أنك تحطميها وتخرجي من القيود المفروضة عليك بقوة الإرادة وقوة العزيمة؟ حاولت عمي قريبا، حاولت، عملت بزاف طرقات. لا اله الا الله. قبل ما ننعس كنعمل اذكار،
لا اله الا وعنده الله. واحد القلب حنين ومزيانه كاع مع الناس الحمد لله. الناس والحمد لله اللهم لك الحمد لله ما خديت من منه تاع شي واحد الحمد لله وحاجتي ماشي ديالي و... وما عرفش ما نكذبش عليك. ذاك هو المؤمن وهذيك هي المؤمنه. الصفات اللي فيك هي عمق الايمان واليقين. كتقدمي هذه المساعده للناس وحاجتك ماشي ديالك وصباره. الحمد لله ذلك هو المؤمن ولذا كيكون مبتلى ومصاب. المؤمن مصاب. عمي قريبا واحد الليله عيده واحد الليله عيده انا جالسه في الدار ديالي انا كنت بوحدي جالسه في الدار هيدا واحد شويش وقطع الضوء ضمت على العماره كامله وخفت ديك الليله خفت وحديتي خفت. نعم. خرجت هزيت السياره مشيت كنت شفت على الشمع ولا شي وسيله باش نعمل بها الضوء رجعت عملت الضوء عملت غير الشمع الضوء قطع على ديك المنطقه كامله اللي راه انا فيها. وبقيت شويش بقيت شويش هكا شويه جيت حليت الشرجم خرجت كذا الشرجم وهكا وبقيت كنتأمل كنشوف ما وشويه بقيت كنبكي وكنطلب في الله زعما يا ربي يفرج عليا ربي يولد الناس يا رب وما يكذبش عليك وبقيت هايده كنشوف ما وكنتأمل وشويه وانا من ما عرفتش واقع جاتني عيني كنحلم محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم والله عليه وسلم وكنشوفو هكا جالس في داك العرش وكاينين غير الرجال كلشي لابس الحوايج بويض بحال اللبس بحال اللبس اللي كيلبسو في الحج الله الله وانا بيدي كنشوف راسي لابسه ابيض الله وداخله وسط داك الصف ديال الرجال وكنطل على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم الله كيخطب باللغه العربيه كيهضر باللغه العربيه وشي فهمت وشي ما فهمتيش ما شاء الله ما شاء الله ثلاثه المرات وانا كنحلم به الحمد لله هذا خير عظيم هذه بشاره المؤمن والمؤمنه الى شافش بشاره بحال هذه لابد ان يطمئن قلبه ما يبقى جاي يهز لها من حاجه لا اله الا الله الله يشافيك لالا عائشه يا رب الله يداويك بدواء الله يطول عمرك الله يكمل لك رجاء بنتي الله يشافيك ويعافيك عائشه انقطع الخط لعائشه كنبغي نقول لك لالا اول حاجه هنيئا لك رب ضاره نافعه رب ضارة دافعة شوفي هذا الضرر اللي وقع لك وهذه الشدائد اللي وقعت لك وخلتك من الذاكرات شوف ربي عز وجل رفع مقامك إلى درجة أصبحت ترين النبي الكريم ثلاث مرات متعاقبة تريه في المنام هذا في حد ذاته عطاء رب ضارة دافعة من رأى النبي الكريم في المنام كما قال صلى الله عليه وسلم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي فقد رآه حقا ثانيا قالوا من رآه صلى الله عليه وسلم بشارا له بالجنة فهو من المبشرين بالجنة لأن النبي الكريم لا يرى في المنام لأهل النار ولا لأهل الفجور ولا لأهل الكفر والنفاق أبدا لا يرى إلا للمؤمنين المبشرين بالجنة فهنيئا لك للا عائشة هذه بشارة عظيمة ثم وانت كنتظري زوج صالح من اللي شفتي في المنام النبي الكريم ومعه مجموعة من الرجال هذيك فيها بشارة بأن ربي عز وجل هيأ لك زوجا غادي يكون على قدر كبير من التدين وغادي يكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وغادي يكون على نهجه وعلى سيرته ولكن باقي مازال الأجال ما وصلش الأجال قريب بإذن الله بنتي عائشة انت الان درتي الاسباب كلها قلتي بانك مشيتي عند الاطباء مشيتي عند الرقاة ايوا لالا عائشة كيقولوا الصالحين كيقول لك ملي كنبقى ندير الاسباب كنوصل لواحد المرحلة كندير ما يسمى باسقاط الاسباب ما كنبقاش نستعمل كاع الاسباب نهائيا كنعود سلبي بل ايجابي جدا وهو انني اترك كل شيء وقد فوضت امري الى الله كنلتزم بوحدة شنو هي كنقول وافوض امري الى الله اللي سولني اش كدير من اسباب غنقول له فوضت امري الى صاحب الامر هو يتكفل بي وهو الذي يقيم ما يراه مناسبا وانا انخرط في ذكر الله كنصلي الصلاه في وقتها كنكثر من ذكر الله تعالى كنفعل الخير وكنسى راسي سلمت الى صاحب الامر
لأن الله هو صاحب الأمر، وسترين عجائب قدرة الله. هذا المقام راه ما كيوصلوا ليه إلا أولياء الله، إلا المقربين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا العلماء مقام إسقاط التدبير، ما كان قدر والو، خليت الأمر لصاحب الأمر، وغتلقي بأن الأمور هي تأتي إليك. الزوج هو يبحث عنك، الصحة النفسية هي تطلب ودك، والبركات كلها تطرق بابك. فأسأل الله الكريم للعائشة الله يشفيك ويعافيك ويداويك، ويمتعك الله بالصحة، ويمتعك الله بالعافية، ويمتعك الله بالنعيم. للعائشة هذا الشيء اللي وقع لي كله ماذا يسمى؟ راه يسمى بأن ربي عز وجل يبتلي عبده لكي يجعله من أهله وخاصته. فأنت هذه المدة كلها وأنت في خلوة، خليك تتمتعين بالخلوة مع الله، خليك تتمتعين بالمحبة والمودة مع الله. ربي عز وجل يعلم علم اليقين ما يقع لك. هذا الشيء اللي وقع لك كله راه بإذن الله تعالى كله من عند الرحمن، مقدر. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب القدر وما هو كائن الأبد. هذا مقدر من الله تعالى، وربنا يتنزه في ملكه. الصالحين كيدقوا الباب بالليل كيقول يا ربي يا مولانا حالي ما يخفى عليك، وأنا فوت أمري بين يديك، وما بقى نسول، خليتها عند رب العالمين. وسوف ترين عجائب قدرة الله، الله يشفيك ويعافيك ويداويك. اللهم آمين يا ربي يا كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. أيها الأحبة الكرام، ما تزال معنا مكالمات كثيرة وكثيرة جدا ترد من مختلف المدن والأقاليم والبوادي والمداشر المغربية، معظمها لأناس يعانون من صعوبات في الحياة، يعانون من أمراض وأسقام، ومنهم من يعاني من أمراض نفسية من اكتئاب وخوف وهلع، ومنهم من يعاني من أمراض روحية، مس أو تسلط شيطاني أو سحر، والكثير الكثير يعانون من موانع، عندهم موانع وعندهم عكوسات، والكثير الكثير خصوصا موانع في الزواج، وهناك موانع في الإنجاب، وهناك حالات زوجية فيها صراع، ذهبت المودة والرحمة وبقي فقط الكره وبقي فقط البغضاء والعياذ بالله. وهناك الكثير من الناس عندهم مصائب وضائقات مادية، إما ديون متراكمة، وإما أحكام بالإفراغ، وإما قساوة العيش، عدد كبير، وكلهم يدعون ويطلبون دعوة خير، دعوة خير. أذكر من بينهم الشريفة للا زكية التي إلى عهد قريب كانت بصحتها وبعافيتها، وفي لحظة تتعرض لسقطة أصيبت على إثرها بكسر شديد، أصبحت طريحة الفراش وتعطلت مصالحها وتكالبت عليها الهموم من كل جانب. تحاول أن تخرج من هذه الورطة بأن تتصدق على بعض المحتاجين وعلى بعض الفقراء، لعل الله تعالى يرفع عنها البلاء. أختنا زكية فعلا عاودت بعض الناس، نسأل الله تعالى أن يتقبل منها وأن يشافيها ويعافيها ويداويها، وأن يرزقها رزقا حسنا ويرفع عنها الموانع. اللهم ارفع عنها الموانع، وارفع عنها العكوسات، وارفع عنها جميع ما تعاني منه من شدائد، واجعلها هذه الأحزان هي آخر الأحزان، وما يليها خير وبركة وصحة. كذلك أعداد كبيرة لا أذكر أسماءهم، عدد كبير من النساء خصوصا من العرائش ومن تطوان ومن مراكش ومن الفقيه بن صالح ومن أكادير ومن تارودانت، عدد كبير من الأسماء رجال والنساء ظروفهم صعبة. أفضل شيء أننا ندير واحد دعوة ديال الخير جماعية، كلما كانت الدعوة جماعية كلما كانت أقرب إلى الاستجابة. كنطلب من كل واحد ونحن ندعو الله تعالى
يحضر النية، حضر النية مع الله تعالى، ثم تخيل بأنك أنت المعني بالأمر، أنت الذي عندك ظروف صعبة، أنت الذي تجمع كل هؤلاء الناس لكي يؤمنوا في دعواتهم من أجلك أنت، دعواتهم وصلواتهم من أجلك أنت. وإن شاء الله تعالى ربنا عز وجل رغم الموانع في الاستجابة ورغم الظروف الصعبة، الله كريم وجواد ورحيم. فتعالوا بنا ندعوه سبحانه ونقول: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كاشف الغم، الحمد لله منفس الكرب، الحمد لله مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، الحمد لله كاشف السوء. يا رب نحمدك على كل شيء، نحمدك على المحبوب والمكروه، ونشكرك يا كريم على نعمك الجليلة وأفضالك الجميلة. يا ربنا نحن جميعا نعلنها أمامك: آمنا بالمقدر والمكتوب، آمنا بالمقدر والمكتوب، كل من عند ربنا، لن نهلك أبدا، لن نهلك، لأن الله سبحانه هو رجاؤنا. أنت رجاؤنا يا كريم، أنت رجاؤنا، توكلنا عليك، توكلنا على الحي الذي لا يموت، توكلنا على الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ربنا إنك أعلم بنا بما نزل بنا من الشدائد، أنت أعلم منا بما نزل بنا من البلايا، أنت أعلم منا بما نزل بنا من الأمراض والأسقام والظروف صعبة. يا رب نقول كما علمتنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. يا الله يا الله، كنت وتكون حيا لا تموت، تنام العيون وتنكظر النجوم، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم. يا حي يا قيوم، ها نحن بين يديك عبادك الفقراء المستضعفين، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم تجل علينا بأسمائك الحسنى، تجل علينا يا ربنا باسمك اللطيف، والطف بنا أجمعين، تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم، وارحمنا برحمتك الواسعة، تجل علينا باسمك القوي، وشافنا من كل داء وسقم، تجل علينا باسمك الغني، واغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم تجل علينا بأسمائك الطيبة المباركة، واجعل حياتنا في هذه الدنيا كلها سعيدة، كلها بهجة، وكلها عطاء. يا رحمن يا رحيم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانك، سبحانك عنت لك الوجوه وخشعت لك الأصوات ووجدت لك القلوب، ونحن نمد أيدينا بين يديك يا كريم يا كريم، يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، سبحانك سبحانك، نسألك اللهم فيضة من فيضان فضلك، نسألك اللهم قبضة من نور سلطانك، نسألك اللهم أنسا يا رب، أنت أنسنا، نعود بك من الخوف، نعود بك من الوحدة، نعود بك من الشعور بالوحدة والخوف. اللهم أنت أنسنا، فارزقنا أنسا من عندك، وأنت فرجنا، فارزقنا فرجا من بحر كرمك. يا رحمن يا رحيم، يا رب إنك واسع المغفرة، وإنك واسع الكرم، وإنك كثير الجود حسن الشيم. يا ربنا نحن عبادك الفقراء، ذكور وإناث، كبار وصغار، ببابك واقفون. يا ربنا إننا ببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون. يا رحمن يا رحيم، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى،
وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من أسعد وأشقى، يا من أوجد وأبلى، يا من رفع وخفض، يا من أعز وأذل، يا من أعطى ومنع، يا من رفع ووضع، يا من شق البحار، يا من أجرى الأنهار، يا من كور الليل والنهار، يا من هدى من الضلال، يا من أنقذ من الجهلة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين، اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى، اللهم اكتبنا مع من سبقت لهم منك الحسنى، الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم اكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وكل ضيق وكل كرب، اللهم اكشف عنا كل شدة وكل ضيق وكل كرب، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، اللهم كف عنا ما لا نطيق، اللهم كف عنا ما نطيق وما لا نطيق، اللهم فرج عنا وعن المسلمين أجمعين، اللهم فرج عنا وعن المسلمين أجمعين، اللهم يا الله احرسنا بعينيك التي لا تنام، اللهم احرسنا جميعا بعينك التي لا تنام، اللهم بحق قولك قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، اللهم أدهل لنا الحق وجنبنا الباطل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، فاقبل معذرتنا، فاقبل معذرتنا. اللهم يا الله لا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا جميعا ويسر لنا الأمور يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إننا مضطرين وأنت من بيدك كشف السوء، أنت المجيب يا سامع كل صوت، يا بريء النفوس بعد الموت سبحانك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مجيب الدعوات، يا قابل الحاجات، يا سامع الأصوات، نسألك اللهم في هذه الليلة أن تقضي لعبادك أجمعين كل حاجته يا ربي، كل من عنده حاجة عندك اللهم عجل له بالفرج، كل من كان مريض وكل من كان سقيم اللهم أنت طبيبه وأنت معالجه، اللهم شافي جميع مرضى المسلمين، اللهم كل من كان عنده ضاقة مالية وأنت الغني اللهم اغنه بفضلك عمن سواك، اللهم كل من كان مظلوم وأنت القوي فانصره نصرا مؤزرا، اللهم كل من عنده حاجة أنت تعلمها في قلبه ونفسه فعجل له بالفرج يا رب، إننا ضيوفك وأنت أكرم الأكرمين، اللهم إن الكريم لا يرد ضيفه، اللهم يا رب أكرمنا بكرمك وبلغنا ما نريد، فليس ذلك عليك بعزيز، يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك على جميع خلقك أن تغيث عبادك المستضعفين، يا مغيث يا مغيث أغيثنا بك
بمنك يا رب العالمين يا من يمد على المستضعفين في الأرض ويكشف الضر. سبحانك سبحانك، قلت وقولك الحق في كتابك العزيز. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قلت وقولك الحق. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اللهم يا رب أنت فرجنا إذا أغلقت الأبواب ورجاؤنا إذا انقطع الأسباب. اللهم عجل لنا بالفرج بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.